بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أن هذه اللودية أكات بعد ما ضفنا لها سلكين تاع الماء وكل شيء، باقي نفس الشيء عنده حرارة كبيرة. درنا منه، دورنا منه، شفنا منه، ما لقينا حتى شيء. الراديتير نظيف، الماء يدور، ما هو الماء يدور، ساعات يدور ساعات لا، ضعيف. قلنا خلنا نثبتوا، شكينا اللي فما حاجة، يا اما تكون في البومبو ولا جوان كيلاس، لكن جوان كيلاس ما فماش هواء. قلنا خلنا نحلوا ونشوفوا شنو هو اللي ممكن يكون موجود. ها توا هيك باش نكمل معكم دقي. فما فرصة فر مرة توا من بعد نعملوا فيديو على الكلاش بتاع الشام. نحو الكيشان فيهم فوتوغرافيات هيك اللي معاهم. عندنا ثلاثة بلونات بعشرة. هذا بونو من ثلاثة نحوهم بعشرة، مفتاح عشرة. عندنا البولية هذه فيها كاش بلاستيكي يغطيها باش ديما تبقى نظيفة، ما تدخلهاش التراب. هاو هذا يدخل داخليا. وعندنا فيها زوز بلونات، أربع بلونات سيبون، ستة سيبون. البلونات وهذه بوليتا الفربروكان لوتان. عندنا الشين من اللي خفوها التريز النحو، معنا التندير هذا كيف النحو البلاكي هذي بعشرة قبل تظهر لنا الشين هكا قبل ما نلخف التندير هذا. ما توا باش نكمل هيكل يفك الشان باش نعدوا البومبو باش نعرفوا واش فما عندنا باش نحو الشان. واحنا على طريقه صحيحه، هو من الاول حضر الميزبوان حطها عندنا. هذه بولونه او مفتاح كيما هذا نحطوه هنا البنيون، فما يعني ثقب يقابله. وعندنا لوطه هنا عندنا نكته حمراء وفليش. هذا الفليش احنا هنا عندنا هنا نكتة حمراء صغيرة في الكاش نتاع البراوي، وعندنا هنا فلاش في البنيون. هذوك الزوز يكونوا مقابلين بعضهم بالنسبة لل هذا اللي فيه الموتور 130 فيه كان بوان من جهتي هكاو، ما فيه شيء آخر، يعني بوان من في الفيبركام من لوطا وبوان في الأربكام من فوق. بعد نرخفوا التوندرات الاثنين ونجدوهم باش نحو الشان واحنا مرتاحين. نفكوا البومبو، احنا سبق ونفكناها البومبو، انما باش نعاود الفيديو حبيت نوريكم برا. هذي الشين كيفاش تتنحى، الشين فكيناها كما قلت لكم. احنا سبق ون هيك الحل البومبو طلع عليها، هي حاضرة محلولة. احنا هيك شوفوا يعني الديفو شنو اللي صار بالضبط. شوفوا العملية، هذه التوربينة، سوتو التوربينة هي المفروض تكون فيكس. انا مش عليكم في جديده كي تكون فيكس ولا تدور ليبر. شفتوها كي تولي تدور ليبر تولي معاش دور، معاش تدور الماء. هذه كي تولي تدور ليبر معاش تدور الماء، شفتوها تولي معاش كيما تولي معاش تدور الماء كهرباء تسخن. هذا المشكل اللي صار في الكهرباء هذه. هاتك البومبو الجديده صوروهم كيفاش لازم تكون. هذه لازم تكون هذه جديده، شفتوها جديده جديدة زي ما تكون ما تتحركش، ما تتحركش مش كيما هذه دول ليبر. هذه معناتها تكسرت وساعات يصير الديفو هذايا ويحلوا خاطر جوان كيلاس قبل ويبدلوا راديتور وينظفوا بعد تالي باش يوصلوا البومبو. ديما اذا كان صار الديفو هذايا نتاع نظفت السلكوين نتاع الماء والحراره باقي زي ما هي لازمك تحل تطلع البومبو. كي حلينا طلعنا البومبو لقوها التربين يعني ما عادش تدور الماء لان فلتت وماتت الوقت نتاعها، خاطر احنا عندنا فينا مش اشكاليه بصفه عامه، العرب بصفه خاصه يعني. وقت اللي نبدلوا الشان ديستريبيسيون ما نبدلوش بومبو معاها، وهذه اكبر غلطه. تو هذا بدل الشان ديستريبيسيون ممكن مده تجي 7-8 شهور. المفروض نبدل معاها البومبو، ما بدلش. هذه العمليه تصير هي ننصح وخياني اللي كل ما هو باش يحل يعني شان تاع اي كرهبه
مادام وصل لوقت الشان حتى البومبو تموت معها رأي. لازم منها تتمدى الفرد مره باش ما تعملوش ديفو هذا وتعمل له جواكي لا تسخن وتخليه مطيش في ثنيه ولا حاجه توا باش نكملوا الباقي ما هيك توا ينظف المكان باش ديما ماذا بيكم نتحلوا نظفوا خلوه خليها عندك ما كنت لعبت لها هذيك ما توا جبنا البومبو الجديدة بعد ما رانيكم ديفو وباش نركبوها نجيو لبلاصة الجوا مكان الجوا هذاك الكاوتشو ونعملو ندهنو بشوية شحم شوية كراس باش الجوا ما يتعطلش كي يدخل ونركبو الجوا في البومبو اللي هو جديد يجي معاها هي البومبو يجي معاها جوا اللي هو هذا البومبو يجي معاها جوا كيما هذا باش نركبوه عنده حرف يدخل فيه هو ما ادري كيفاش هي طبعا ما تركب بالضبط صحيحه وريت الجوا هذاك كيف تعمل شويه شحم طول ما عطلك شو يدخل يعني تدخل على طول بومبو مكان ورجعوا لها بلونات فيها ثلاثة بلونات بعشرة ديما نكبسو كبس عادي مش خوي ومش شويه باهي ما تخوش عليها ماشي بالنسبه لي اللي ما يعرفش يكبس بيديه لازم يكون حد يعرف باش ما يكسرش البولونه باهي تو ركبنا البومبو هذيا يعني وريناكم كيف تركب البومبو تو باش نعاودوا العمليه من جديد كان باش نبدلوا شان ديستريبيسيون تو باش نوريكم كيف ركبوا شان ديستريبيسيون انا هنا تو باش نوريكم الكلاج نتاع كروا ديستريبيسيون ولا سموها حزام ولا شان شنو لكم الكلاج نتاعها او ميز بوان نتاعها كيفاش يصير عندنا البينيون هذه نتاع الباكام كما قلت لكم تحط لها حاجه بولونه او تل حديد ستة هذا او كذا تحطه هنا مش معاش تحرك الباكام وعندنا هذه الوطنيه فيها نكته حمراء هنا هيكم نكته حمراء تلقاها ديما في الغطاء نتاع في السيبور نتاع البراويل هذا وتلقى فلاش في البينيون اللي هي بتاع البروكان
في التركيب هنا لازم تتبع هيك حتى بعيونك انك باش تعمل تركب لوطة فيها شيء، عند ديما اتجاه الشان عندك تبقى اتجاه الشان فيها فلاش ساعات تلقاها وساعات لا، ديما اتجاه الشان على اليمين. الكتيبة ديما تكون واضحة هنا قدامك لازم تقراها. عندنا طبعا تتعدى الكرواء الشان هذه كرواء شان تتعدى من البنيو للبومبو للكريم للاربركا للتوندو. وديما جهه المنخوفه هي اللي خلوها جهه التوندور. هكا. سهله يعني ما فماش ما اسهل منها بالنسبه لل 130 بالنسبه لل 130 هذه نتاع الفولكس فاجن سهله جدا لان ما عندها الا دو ريبير ما فيهاش مشاكل كبيره. لا فيها بومب اديكسيون ولا فيها حتى شيء. خاطر هذه انجكتير بومب تسمى. عندنا توندور الوطني هذاك فكيناه قبل ما نحو الشان، طيب باش نرجعوه خاطر هذاك تتك عليه الشان. تك عليه يعني ديما نتكلم بالشان هي كروات شان. تتك عليه الحزام او السبته. ديما كبسان لازم يكون انسان صناعي باش يكبس، ما يكبسش اللي يجي راه، لازم يقطع البنون، خاطر ايده ميزانه، مع ان هنا اللي هو التوندير هذا اللي بيه الفايده اللي هما برشا ناس يسالوني، يعني عدة اشخاص يسالوني يقولوا لي كيفاش نعمل ريكلاج تاع التوندير، تو باش نوريه لكم كيفاش، عنده خاطر عنده سهم هنا، سهم تشوف فيه، وعنده مكان يجي فيه. عندنا هنا مكان مفتاح نتاع ارخف شوية الكرو، انا مفتاح السيبو هنا ندور به وندور. عندنا الكلاش نتاع الرسول، شوفوا هنا شوفوا الساعة كيما كي الساعة رجع شوية عاود رجع هيكل، شوف خلي شوف هنا شوفوا كيفاش يتحرك هذاك، نزيد نثبت لكم الكاميرا، شوفوا كيفاش يتحرك، شفتوا كيفاش يتحرك هذاك كأنه ساعة، وين يجي في مكانه بالضبط هكاك. زيد شوي زيد شعره واش تكبسين اي واحد يشد واحد يبس باش ما يتحركش من مكانه. هذاك هذيك عمليه الكبس نتاعو، وكيما قلت لكم بالنسبه لربط البولونات لازم يكون انسان صناعي، مش اللي يجي نجم يربط البولون. هذا بالنسبه للميس بوان نتاع كرواتشين ديستريبيسيون موتور فولكس فاجن 130. عملية واضحة وسهلة ما فيها شيء. أو المسبوع نتاع صحيح ولا لا، دوروه دورة كاملة، دورة كاملة أو دورتين أو ثلاثة، شوفوا نتاعنا يعني إذا كان يوصل الموتور يكبش رد بالك، إذا كان يكبش ما عادش يحب يدور ما تقواش عليه، ديما العملية هذه تعملوها قبل ما تخدم المحرك. ديما قبل ما تخدم المحرك دور الموتور ثلاثة أربع دورات باش فوالا باهي دورة سوا لاباس، إن شاء الله العملية ناجحة ولاباس والحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.